السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقكم بس السيف، وهذا الهواوي ميت بوك. الميت بوك هو اللوح اللي انتم شايفينه هذا، خلينا نطلع اللوح. اوكي، هذا هو اللوح اللي هنا موجود، هذا زي الحاسب مطلعينه الهواوي، والمفروض من خلاله في خصائص جدا عاليه. الصناعه حقته من البدايه حتشوفوه، حتحسوا بالجهاز، تلاقوا انه بالفعل تعبانين عليه، على الشاشه، على القدرات حقته، السماعات اللي نعرض لكم اياها بعد شوي. ولا ننسى انه في USB Type C. اول شيء لما تسكره بالشكل هذا، هذا هو عندنا نفس اللوحي بالكامل، الميت بوك اللي هو المفروض انه ما ادري لابتوب ما لابتوب ما ادري ايش يقول عنه، ولكن المفروض انه لوحي بالنسبه لي. اشوف بنظام الويندوز، عندك ويندوز 10 موجود عليه بالكامل، ولما نشغله اول حاجه حتلاحظها عندك النظام، وفي اضافات امكانيات اضافيه لازم نتكلم عليها. اول شيء المعالج اللي موجود فيه هو الانتل كور M7، موجود دول كور 3.1، وعندكم برضه سعه تخزينيه داخليه يا 128 جيجا بايت يا 256 جيجا بايت يا 512 جيجا بايت، فانت تختار السعه اللي تحتاجها. الشاشه 12 انش موجوده، اعلى من الفول اتش دي، ولما نتكلم برضو عن الامكانيات اللي موجوده فيه، البطاريه المفروض انها اول داي يعني 8 ساعات لما نتكلم عليها. الحين الاشياء الاضافيه خلينا نتكلم عليها، هذا حساس البصمه موجود هنا، وعندكم رفع وخفض الصوت، فانت لما تشغل الجهاز بعدين عشان تدخل على ويندوز بالبصمه حقت حيدخل على الجهاز. الشيء الثاني اللي موجود هنا اليو اس بي تايب سي اللي من خلاله حيكون عندك امكانيات جدا كثيره، وفي قطعه برضه بنوريكم اياها تستخدم مع اليو اس بي تايب سي، نزلوها مع الجهاز. الجهه الثاني ما حتلاقي فيها الا المنفذ الاساسي اللي هو للسماعه حقتك عشان تشبكها، الجهه العليا هنا موجود زر التشغيل والسماعة، والجهة الثانية على طول أو بنقول السايد الثاني السماعة الثانية اللي تحت، داكينج ستيشن موجود هنا عشان تحطه على القاعدة حقته. بعد ما تركبه على القاعدة حتقدر تستخدم إمكانيات أخرى. يجي معاه القطعة هذه، القطعة هذه هي الداكينج ستيشن حقته، مجرد من منفذ يو اس بي تايب سي هتلاقي عندك الامكانيات هذه. اول شيء يو اس بي تايب سي ان عشان مثلا تشبكه على الكهرباء، برضو عندك هنا موجود يو اس بي 3، عندك فتحتين، هنا عندك اللان، الجهه الثانيه هتلاقي عندك اتش دي ام اي وفي جي اي، هذا حقه الار جي بي. فعندكم مفروض هذه الامكانيات من القطعه هذه، واتوقع القطعه دي برضو تجي معاها واصلا لها كيس خاص فيها. وعندكم برضو القلم هذا اللي هي امكانيات اضافيه، عندكم زرين ثلاثه، ظاهر الاقلام نفسها ونقدر نقول امكانيات حقه تتبرمج، الراس حقه مضبطينه على اساس انه في زي الضغط الخفيف اللي موجود من الجهه العليا هنا، ما ادري ايش في بوينتر ما بوينتر، ظاهر هو ليزر بوينتر حاجه، لكن ما في احد هنا قاعد يوضح لنا اياها بشكل كامل. بنتكلم على هذا هو القلم، نقدر نتكلم على الخصائص حقته. اوكي، شفت قاعد يشتغل، تقدر تشتغل على هذا على اساس تختار اكثر من شيء، تقدر تختار الامر من نفس القلم. فالقلم حقه جاي معاه جدا سلس وجيد، ولكن الحجم حقه مدري نوعا ما، ماني المسكه حقته كويسه، بس ما ادري ماني مرتاح للقلم بشكل كبير. فهذا القلم نفسه والتف حقته بشكل كامل. الجهاز المفروض انه يتوفر قريبا، عندكم بالتاتش باد حقته بالاكسسوارات مضبطينه انه يكون جمالي اكثر من اي شيء، يعني بالفعل التصميم والشغل اللي محطوط عليه والجلد هذا اللي مضبط، تحس انه بالفعل شيء جدا راقي من ناحيه جهاز. ما حيضبط اكيد للجيمز بشكل كبير، لانه انت المعالج الام المفروض انه يدعم الجيمز البسيطه العاديه، ما يدعم الجيمز الاشياء اللي تحتاج احترافيه جدا عاليه. وزنه بس 640 جرام وسماكته فقط 6.9 ملي متر. احد الاشياء الجديده اللي لقيناها هنا في ان دبليو سي هواوي ميت بوك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.